الفلسطينية القديمة أقامت استبدادا مكشوفا تحكم الناس بالقوة ورغم إرادتهم، لكن التسلطية الجديدة تريد هذه المرة أن تحكم الناس باسم صناديق الاقتراع، وهذه أخطر. الوعي الاستبداد، نحن نستغرب عندما يخرج من يخرج في مصر مرحبا بالانقلاب، والكل يتساءل كيف لهذا الشعب الذي صوت لفائدة تيار سياسي بمرجعية إسلامية أن يتخلى عن هذا التيار وينقلب ضده. طبعا الموقف المبدئي يدفع الجميع إلى التضامن مع ضحية هذا التحول الذي شهدته مصر، ولكن علينا ألا نتسرع، لأن هناك أخطاء ارتكبت والقيادات حزب الحرية والعدالة في مصر وكذلك الإخوان المسلمين اعترفوا بهذه الأخطاء وبرروا ذلك بكونهم لا يتوفرون على التجربة الكافية لتدبير الشأن العام. لذلك نحن نقول بأنه من المؤسف أن نرجع إلى الوراء، أن ترجع مصر إلى الوراء. لماذا أتحدث عن مصر؟ لأن تاريخياً مصير كثير من الاختيارات في العالم العربي كانت مرتبطة بالتحولات التي شهدتها مصر. نحن والحمد لله في المغرب لنا خصوصياتنا، ولكن هذه الخصوصية ليست لأن المغرب له وضع خاص، لا، الخصوصية هي متأتية من الكون بأن الشروط التي قادت إلى ما قادت إليه في بلدان أخرى غير موجودة في المغرب، غير موجودة في المغرب. إذن نحن نعتبر بأن الديمقراطية هي منظومة مكتملة تتوفر على بعد إجرائي مسطري متمثل في صناديق الاقتراع، وبعد قيمي بحيث أن الذين يصلون إلى صناديق الاقتراع ينبغي أن يكونوا متشبعين بثقافة الاختلاف. لذلك نحن منذ البداية عندما كنا نؤسس الحزب حرصنا على أن تتوفر في منخرطي هذا الحزب، حزب الديمقراطي الجدد، بعض الصفات. أول صفة هي التواضع. لم ينخرط معنا أي شخص يتعالى على المغاربة، لذلك رفضنا